بسيكوتروب فيها شروط تكلمت عليها المادة 35 من نفس المرسوم السابق الذكر. الشرط الأول أنه الانفونتار لازم يكون الانفونتار دي ستوك فيزيك، يعني نحسبوا الكميات الحقيقية أو عدد العلب الحقيقية الموجودة في الخزانة بتاريخ الجرد. الشرط الثاني أنه هذا الجرد يتم كل 3 أشهر، استنى انفونتار تريميستريال من تاريخ دخول المرسوم التنفيذي حيز التطبيق، يعني في 16 نوفمبر راح يكون عندنا أول جرد منذ دخول المرسوم التنفيذي حيز التطبيق. الشرط الثالث أنه عملية الجرد يقوم بها الصيدلي، سواء الصيدلي الرئيسي لو فارماسيان تيتولار أو بيان لو فارماسيان أسيستون. كذلك الشرط الرابع أنه إن كوبي دو لانفونتير، يعني لافيش دانفونتير، إن كوبي منها تروح لا كوميسيون ولاية. في الحالة نتاعنا لا كوميسيون ولاية لم تنصب بعد، يعني لم يتم تنصيبها إلى حد الآن، وبالتالي الصيدلي يحتفظ بلافيش دانفونتير في الصيدلية نتاعو وما يرسلهاش إلى مديرية الصحة حتى تتنصب فعليا ورسميا اللجنة الولائية المختصة. للتوضيح انه لافيش دانفونتير يكون فيها بليزيير كولون، لا كولون الاولى خاصة بلو نو كوميرسيال تاع لو ميديكامون بسيكوتروب، لا كولون الثانية خاصة بلو نيميرو دلو، لا كولون الثالثة خاصة بلا دات دو بيرومسيون، لا كولون الرابعة خاصة بلي كونتيتي، اي لا كولون الخامسة خاصة بلوبسيرفاسيون. concernant les médicaments périmés، les médicaments périmés يتم يعني احصائهم مع لي بسيكوتروب نون بيريمي، يعني في لا كاز نتاع لوبسيرفاسيون نكتبوا ميديكامون بيريمي. اذا كان عندنا ان لو فيه دي كونتيتي بيريمي دونك نكتبوا في لي لو هذوك لو نومبر تاع لي كونتيتي بيريمي، وبحدا لوبسيرفاسيون نكتبوا بيريمي. فيما يخص لي زيكار دو ستوك تكلمت عليها المادة 36 من المرسوم التنفيذي 19379، ووضحت أنه في حالة وجود يعني فارق في المخزون الخاص بالمؤثرات العقلية عند الجرد، يعني لي زيكار دو ستوك دي بسيكوتروب، في هذه الحالة الصيدلي يقوم بإعداد تقرير يبرر فيه سبب الفارق في المخزون، يعني يبرر فيه يعني ويجيستيفي فيه لي زيكار دو ستوك. التقرير هذا يحط فيه كذلك الملاحظات نتاعو ممكن اللي صرات معاه خلال تدوين في سجل المؤثرات العقلية، في بعض الحالات نخطئوا في الكميات أو في حالة بعض الحالات يعاود يرجعنا المالات الكميات وحنا كنا أصلا دوناها في السجل. ففي الحالة هذه ممكن يعني نزيدوا إضافات نوضحوا فيها في التقرير ما أهم الأحداث اللي وقعت لنا خلال 3 أشهر في تسيير المؤثرات العقلية حتى نبينوا حسن النية نتاعنا أمام اللجنة الولائية. ونسخة من هذا التقرير ترسل من المفروض إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا. في الحالة نتاعنا كما ذكرنا سابقا هذه اللجنة لم تنصب بعد، وبالتالي نحتفظ بهذا التقرير مع استمارة الجرد إلى غاية التنصيب الفعلي والرسمي للجنة المختصة. فيما يخص ليزيشونج انتر اوفيسين ولا انتر فارماسي، ليزيشونج كما قلنا انه يدارو افيك اون ديشارج سيني بار لي دو فارماسيان، اي كوم في لا ريغلومونطاسيون اون فيغور تتكلم على انه او تشترط انه لا ديشارج تروح نسخه منها اللجنه الولائيه، يعني لا كوميسيون ولايه التي لم تنصب بعد. يعني في الحاله نتاعنا هذه نحتفظوا بلي ديشارج في الصيدليه ولا يتم يعني
جردها من جديد، يعني لي ديشارج نتاع لي زيشونج يتحسبوا وحدهم وما يتضافوش الى الكميات اللي تم جردها يعني والموجودة فعليا في الخزانة.